نحن الان في قريه الشيخ عيسى قريه الشيخ عيسى هي تحد مارع من طرف الشمال وهي المدخل الوحيد الان بين ترفعة ومارع والشريان الحيوي الوحيد ايضا لمارع حاولت دواعش سابقا احتلال هذه القريه لكن فشلوا جرت عمليات عسكريه كبيره واستسلت الثوار في الدفاع عن القريه والحفاظ عليها يلاحظ ان طرقات القريه معظمها مقطعه بالسواتر والحواجز تحسبا لاي هجوم من الدواعش حاول الدواعش منذ فتره قصيره السيطره على هذه القريه إلا ان استبسال الجيش الحر في الدفاع عن القريه منعهم من الوصول اليها رغم المعارك الكبيره التي جرت ورغم القتل الكثيرين الذين تحملوهم الدواعش نحن الان في طريقنا باتجاه مارع في الطريق الى مارع من الشيخ عيسى الى مارع لاحظوا الساتر الترابي المتجه باتجاه الشرق والذي يحمي مارع والشيخ عيسى وكل كل الريف الشمالي الشريان حيوي اساسي ومهم جدا لبلدات ومدن الريف الشمالي هذا الطريق الذي يصل الوارع هذا الساتر بني ايضا من اجل منع تسللات الدواعش من طرفي الطريق الناس بالامان عالي جدا احساس الناس بالامان عالي جدا الثقه بالنفس المعنويات العاليه كلها امور تطمئن الامطار ما شاء الله ما زالت منذ ثلاثه ايام تستمر في السقوط بعد الثلج سلام عليكم. السلام. عليك السلام عليكم السلام يعطيكم العافيه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام نحن الان في الحاجز الاول لمدينه مارع, مارع. مارع. نعم. من طرف الشيخ عيسى طرف الشيخ عيسى بدايه شغ... بدايه المارع هاي هون بدايه مارع من هون نعم اخوي أه... الان انا شايف على يمين ويسار الطريق سواتر ترابيه مضبوط الحكي ليش سواتر هي السواتر هي مشان التنظيم داعش آه، الخوارج كلاب اهل النار لانه عم يستهدفوا المدنيه مثل ما انك شايف الله هيك الطريق يعني عم المدني المدني ما له مصلحه انه ينضرب هلا المدني عم طريق نحن لازم نامن له طريقه مشان هذا الشيء سوينا له هالسواتر هاي يعني استهداف القناصات قناصات آه، 23 14 من مسافات بعيده طيب. السلام ورحمه الله خزايف كمان خزايف قذائف امبير هاي خزايف سامه سامي سامي وانا هلا انا وهذا الشاب هلا رحنا عملنا رزاز وعملنا يعني امور هي بالمشفى مشان الموضوع هذا الان كيف بت يعني توصفوا او تقدروا الوضع العسكري في مارا الوضع العسكري بمارا كثير عال والحمد لله الشباب كلهم يعني معنوياتهم عاليه ميكن ميكن وشلون بدي لك يعني ومشتهين يعني هيك لاي اقتحام تجاه الخوارج طيب. امبارحة ليلا كان بعتقد في آه كان في تحرك لهم مضبوط شو صار امبارحة؟ أم كان في تحرك لهم باذن الله تعالى بقوة الشباب هنا المجاهدين في مارع وبقوة القادات كلها كانت جاهزة والحمد لله تصدوا هذا كان في اقتحام علينا وتصدوا الاقتحام من, من جهة الاقتحام؟ من جهة شو اسمه حور أه تل مالد أه تليلين الصوامع هدول ثلاث محاور اربع محاور تحركات على كل إيه؟ في تحركات على كل الجبهات بيعملوا تحركات على كل الجبهات بحاولوا يستفزونا يعني شغال يعني نعم بالضبط اشغال الجبهه واستهداف المدنيين بالاخص استهداف المدنيين المارين على الطريق وهذا السواتر بقصد حمايه المدنيين المارين انه بحاولوا يستهدفوا المدنيين اكثر من العسكريين نحن العسكريين موجودين شبابنا المجاهدين على الجبهات ما عندنا هالقوة والجراه يستهدفوا العسكريين بيضربوا على المدنيين حتى يساووا زعزعه بين الله والله يحميكم يا رب الله يبارك فيك يالله. نحن الان في قلب مدينه مارع يظن المراقب للاحداث من بعيد بان مارع تكاد تخرج من سكانها مدينه اشباح لكن الحقيقه ان مارع مدينه تعج بالحياه بالحيويه السكان ما زالوا موجودين وفيها ايضا نازحين اليها بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه حلب اليوم نحن الان في المجلس المحلي لمدينه مارع الواقعه في قلب الريف الشمالي وعاصمه الثوره في الريف الشمالي. يسعدنا ان نلتقي في هذه العجاله بالحاج ممدوح، الحاج ممدوح هو عضو المجلس المحلي في مدينه مارع والمسؤول عن مكتب الطحين. كيفك شيخ ممدوح؟ الحمد لله نحمد الله الحمد لله. حاج ممدوح يعني نحن نعلم بان هناك اقتحامان لداعش ب 21/8 و 4 -9. رغم ذلك استمر المجلس المحلي في تقديم خدماته على اكمل وجه اشعر انا في في مارع بان هناك حاله تناغميه حاله مؤسساتيه حاله تنظيميه رائعه كل المرافق تعمل الفرن يعمل مقسم الهاتف يعمل هناك اناره في الجبهات التي طولها حوالي 12 22 كيلو مع داعش مؤسس الكهرباء تعمل الطرقات مزدحمه الناس تعيش حياه يوميه ما سر ذلك الحمد لله الذي اعاننا على تقديم اقل ما يمكن من الخدمات لاهلنا لانه نحن عم نخدم اهلنا بالنهايه بيبقوا اهلنا بحاجه الفرنج استمر ما توقف نهائيا الحمد لله والمياه ما توقفت والبريد الالي الفرن الكمال كار يعني كله نظام الحمد لله ويقوم باتم بافضل عمل بيستطيع له شوي نحن صار علينا ضغط في مادة الطحين المنظمات الإغاثية ما أغاثتنا من ثلاثة ثمانية إلى ما دخل لمارة ولا كيس طحين أو كيلو طحين إغاثي من لك عم تجيبوا خبز طحين الفرن؟ الله يجزي الخير للمحافظة المحافظة عم تقدم لنا شيء نحن حاجتنا أربع طون عم تعطينا بحدود اثنين ونص طون طون ونص مدعوم والباقي كله شراء من نفقة البلد من هون نفقة المجلس المحلي بيتحملها تحكي على أهم الخدمات اللي يقدم المجلس المحلي بالتناغم مع المحكمة بالتناغم مع المجلس العسكري مع, مع كل المرافق الموجودة في البلد خدمة المياه الحمد لله ما انقطعت نهائيا المياه مؤمنة لكافة الناس عنا بشكل دوري طبعا البريد ما انقطع نهائيا الفرن الخبز ما انقطع نهائيا ولا أبدا التعليم التعليم كمان موجود عندنا، النظافه مؤمنه لكافه الامور يعني ما نهائيا. طيب قديش عدد سكان مارع اليوم؟ تعداد سكان مارع الاساسي بحدود 41 او 42 الف نسمه، الموجودين هلا على ارض الواقع من 25 ل 30 الف نسمه. بقدر افهم انه كل ما ارتفع مستوى التحدي اللي يواجه مارع او او حواضر الريف الشمالي، كل ما ارتفع مستوى الصمود والإصرار على البقاء يعني أنا أعرف أن ماريا محاصرة من الدواعش من ثلاث جهات مع الجهة الغربية مع ذلك يعني أن نرى كل هذا الاستقرار وكل هذا الأمان وكل هذا التنظيم هي شيء من الاستحالة أول شيء هذا بفضل الله سبحانه وتعالى اثنين بجهود الشباب اللي كانت حطت أرواحها على دم ودم ضحته في سبيل البلد ولا يمكن نحن نتخلى عن البلد لو كل ليتنا من نهائيا ما نتخلى نهائيا بلد بلد بلدنا مهما عملت داعش أو غير داعش أو النظام أو الكل إن شاء الله نحن ثابتين كيف شايف قصف الطيران الروسي؟ إجرام قصف الطيران الروسي عملية إجرامية إنه ضد هذا هو دعم لداعش لا حتى تاريخ ما شفنا الطيران الروسي قصف جمنا داعش القصف على مدينة مارا القصف على ترفعات قصف على عزاز على المناطق السوار ما شفنا قصف نهائيا مناطق داعش لهاللحظة اللحظة هي نحن الآن في أحد الحواجز الأمنية في مدينة مارا الصمود نلاحظ حالة تأهب كبيرة في صفوف الثوار أه تفتيش دقيق أعداد كبيرة من الثوار منتشرة في المدينة اقترب الموعد من المساء بقي أقل من نصف ساعة على أدان المغرب يسعدنا ان نلتقي الان بالاخ ابو حسن قائد الكتيبه الامنيه في مارع والاخ الاستاذ محمود الهادي عضو المجلس المحلي في مدينه مارع وايضا قائد كتيبه في الجيش الحر. بدايه اخي ابو حسن يعطيكم العافيه والله يحميكم تحكي لي عن الوضع الامني والعسكري في مدينه مارع بعد ان تعرضت لحالتين من حالتي اقتحام داعش في 21/8 و4/9/2015 والان هي كما هو معلوم محاصرة من ثلاث جهات ولكن مفتوحة من جهة الغرب باتجاه الشيخ عيسى نعم. بداية رحم على أرواح الشهداء شهداء العزة والكرام على أرض سوريا الحبيبة أه، نحن تعرضنا مو بس انه الملف العسكري نحن تعرضنا لاكثر من اختراق امني اللي هي حالات انغماس من قبل عم انتحاري عناصر داعش الشيء نعم. ادى عنا ردة فعل انه لازم خلص يصير تدقيق غير الامور الاوليه فكان فصار عنا حاله من جديه بالتعامل مع مع الملف الامني بشكل كثير كبير آه نحن تعرضنا لاربع حالات انغماسيه آه وانتحاريه مدينة مارع ادت على كبير من الشهداء آه تبع حالتين آه لاقتحام مدينه مارع من قبل ما يسمى داعش من قبل قوات داعش الحمد لله رب العالمين فضل الثوار فضل دماء الشهداء اللي قدمت في الارض هي تمكنا من صد هالاقتحامات آه قدم على كبير من الشهداء ولكن الحمد لله رب العالمين مسيطرين على ارضنا نحن بنعرف انه منبع الريف الشمالي هو منبع الريف الشمالي هو منبع الشمال من الثوره السوريه منبع الثوره في حلب هو الريف الشمالي هذا فنحن ما زلنا مسيطرين على الارض هي ومستعدين نضحي ونقدم كل نقدم الدماء فيها ونقدم فيها ارواحنا كلياتنا لحتى ما نخسر ولا شبه من هالارض هذه لان بنعرف نحن نهايه الث نهايه الثوره في حلب في حال سقطت المناطق طيب انا يعني معلوماتي ان طول خط الجبهة في مارع حوالي بين 22 كيلومتر حتى 24 كيلومتر كيف يتم ضبط هذا الخط كيف يتم الاستمرار الصمود كيف يتم التحدي وانا لاحظ صراحه خلال تجولي في ساحات وشوارع مارع بان هناك حاله تحدي كبير حاله اطمئنان كبيره بين الناس العكس الحياه الطبيعيه مستمره كل مرافق في مدينه مارع تعمل الفرن الكهرباء الصيانه اعمال النظافه حتى مقسم الهاتف ونكاد اصلا في كل ريف حلب قد نجد مقسم هاتف يعمل لكن في مارع المحاصره كما يظن الاخرين تعمل وهناك حوالي اكثر من 15 الف انسان اعتقد موجود في مارع كيف يعني الاحتياطات الامنيه الان القائمه على خط هذا الجبهه الطويل كيف هلا نحن بنعاني بعض الصعوبات الامنيه في في خط جبهه 24 كيلو مارع شبه محاصره مثل ما بيقولوا كمان مثل ما هو الواقع انه مارع شبه محاصره ولكن نحن هلا في حال تساعد عسكري امني مؤسسات مجلس مدني كليته كل واحد عم ياخذ دوره في هالموضوع هذا نحن على المستوى الامني يعني اليوم نحن على مجلس عسكري في مدينه مارع بيتبع له مكتب امني هالمكتب الامني عم يحاول يقدم كل يساعد في الخدمات هاي مع المجلس المدني لحتى نقدم ايش آه اسم ايش بنستطيع لاخوتنا المدنيين الموجودين في مارع، اليوم نحن ما فينا نخلي مدينه مارع فيها الا ألف واحد نعتبره خط جبهه، في عنا عالم مستح مستحيل يطلعوا من الارض حتى لو كلف الحياه الشيء حياه او فنحن مضطرين نتعامل مع الوضع الحالي، مضطرين نتعامل مع وضع يعني انه المجلس العسكري الان هو مجلس ينسق بين كافة المرافق المدنية الثورية والعسكرية، وتتبع له كل هذه المرافق من الكتيبة الأمنية إلى الشرطة الحرة إلى المحكمة إلى مقسم الهاتف إلى المجلس المحلي، كلهم في تناغم دائم في سبيل تأمين استمرار المؤسسات وفي سبيل تأمين صمود مأرب. مو هو مجلس العسكري هو مجلس قيادة مدينة مارع بتكون مجلس قيادة مدينة مارع من المجلس العسكري المجلس الكتيبة الأمنية فيه أعضاء من أخوتنا من المجلس المدني فيه من مجلس الأعيان لمدينة مارع كل كل المؤسسات في مدينة مارع بتدمج مجلس القيادة هذا يعني بتناغم اليوم عندك مجلس الأعيان في مدينة مارع اللي هو بتكون من شخصيات إلى وزنها في مدينة مارع شخصيات كبيرة وإلى تأثيرها في الثورة وإلى تأثيرها على المدنيين موجود في مجلس القيادة معنا القائد العسكري لمدينة مارع موجود المسؤول مسؤول مكتب القانوني حتى موجود الاستاذ محمود معنا من المجلس المدني رئيس المجلس المدني كمان موجود فكلنا نحاول حاولوا يعملوا حال تناغم بين بعض لحتى حتى نؤدي الدور في اكمل وجه ويكون في عنا شيء في الارض نخدم المجاهدين الموجودين على الجبهه ونخدم نفس الوقت اهلنا المدنيين المتواجدين في مدينه مرعى لليوم الصامدين الله يقويكم بدي انتقل للاستاذ محمود استاذ محمود اين اين تقع مارع في منظومه امن الريف الشمالي ويعني وفق المخاطر التي الان تهدد الريف الشمالي بشكل عام من الشرق داعش ومن الغرب المعركه تجري مع البي كي كي وايضا من مخاطر الطيران الروسي والطيران النظام ومن الشمال ال ال الهجوم النظام اين تقع مارع هذا هو السؤال الاول في منظومه امن الريف الشمالي حفاظ على الريف الشمالي وما هو الواقع العسكري والامني لكل الريف الشمالي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أولاً أرحب بكم أخوتنا عزاء على أرض مارع الطاهرة. ثانياً بالنسبة لمارع تقع في بؤرة الحدث أو في قلب الحدث أو في عين العاصفة. مارع حالياً محاصرة من قبل تنظيم داعش تنظيم الغدر والخيانة من ثلاث جهات من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب. حالياً المعارك تدور في الريف الشمالي مركزها مدينة مارع وتمتد إلى الشمال الشرقي. داعش الشر من الجهة الشرقية أيضا داعش ومن الجهة الجنوبية داعش نحن نرابط على جبهات داعش ونرابط على جبهات النظام ونرابط على جبهات ما يسمى جيش سوريا الديمقراطي الذي أصبح يهاجم مناطق السوار المناطق المحررة من الجهة الغربية وحاليا لدينا ثلاث جبهات جبهة مع ما يسمى جيش سوريا الديمقراطي الذي يحاول الاستيلاء على الأراضي المحررة التي تم تحريرها من قبل السوار منذ أكثر من ثلاث سنوات وأيضا نرابط على جبهات داعش التي تحاول أن تشتاح الريف الشمالي وتشتاح وتركز خصيصا على مدينة مرع التي تعتبر قلب الثورة النبض وهي الخزان البشري مع مدينة ترافعة وعزاز لكافة مجاهدين وسوار الريف الشمالي وأيضا في يوجد لدينا جبهة ثالثة مع نظام وشبيحة النظام والعصابات الطائفية التي أتى بها من خلف الحدود يعني الآن أنت ترى بأن مارع هي بيضة القبان في الريف الشمالي إذا استطاع السوار وإن شاء الله يستطيعون واستطاعوا أن يحافظوا على مارع فإن الريف الشمالي كله في أمان إن شاء الله نقول إن شاء الله وهذا الأمر بيد الله وبفضل جهود وثبات مجاهدينا وسوارنا طبعا مارع أنا... أزم أن ستصمد وستصد هذا العدوان الثلاثي على المنطقه لان مارع منظمه فيوجد لدينا تناغم بين كافه المؤسسات في مدينه مارع يوجد لدينا مجلس قيادي في مدينه مارع ويوجد لدينا مجلس عسكري في مدينه مارع ويوجد لدينا مجلس مدني والمجلس العسكري يضم مكتب اغاثي مكتب امني مكتب اعلامي مكتب شرعي فممثل فيه كافه جهات في مدينه مارع ويشرف عليه مجلس القياده، مجلس القياده يشرف على كافه القطاعات مدينه مارع. هناك حاله تناغم جيده جدا في مدينه مارع. الكل يعمل والكل يحاول ان يقدم ما يستطيع في سبيل صمود هذه البلد. طيب. طبعا في حال في حال تمكنا من صد الهجوم فباذن الله ستصمد كل المنطقه ولن يتمدد اي عدو الى داخل مناطق السور. طيب السؤال الاخير استاذ محمود، حجم التنسيق العالي في مارع هل ينعكس ايضا على حجم التنسيق بين مارع ترفعت اعزاز حريتان عنادان كفر ناصح كل حواضر الريف الشمالي لا شك لا شك اخي مصطفى التنسيق بمارع وحده لا يكفي مارع وان كانت هي قلب الثوره نصفها ولكن لا نبخس باقي المناطق والقرى والمدن حقها هناك حالة من التنسيق عالية جدا بيننا وبين باقي المدن مثل ترفعت وأعزاز وكفر ناصح ومسقان ورتيان وحتى أخوتنا في عندان يوجد تنسيق بيننا وبينهم على الجبهات تعاون تنسيق تام مؤازرات على مستوى حتى على مستوى الفصائل حتى على المستوى السياسي والاجتماعي نحن مترابطون متكاتفون جميعا يوجد بيننا تواصل يوجد هناك مجال تربط بين هذه المدن والقرى نتفق على الرأي العسكري والرأي الشرعي ونتفق على الرأي الاجتماعي والرأي السياسي موقفنا السياسي موحد نحن ضد الظلم نحن مجلس مع الحرية مجلس المحافظة. ضمن منظومة أهالي أول شيء الريف الشمالي كاملا ثانيا ننسق مع مجلس المحافظة ومجلس المحافظة ينسق معنا بهذا الأمر ونتبادل وجهات النظر والآراء ونطلع بنتيجه واحده. استاذ محمود في وسط هذه التحديات اللي ذكرتها من الشرق والغرب اين يقع الدور الطيران الروسي؟ الطيران الروسي من يؤازر ومن يضرب ومن يدعم؟ استاذ مصطفى الطيران الروسي للاسف اتى بحجه محاربه الارهاب ولكن للاسف لا يقصف الارهاب اطلاقا فنحن لدينا معلومات موثقه أن الكثير من عناصر داعش انشقت وأتت وقالت لم يقصفنا الطيران الروسي إطلاقا، حتى مقر أمير داعش في الرقة لم يقصف وهو مقر المحافظة ومعروف، إنما الطيران الروسي للأسف يقصف المدنيين الأمنين الأبرياء في المدن والأرياف ويوميا يقتل عشرات الضحايا، يقصف على المدارس، يقصف على البنية التحتية للمدن ويؤازر ما يسمى جيش سوريا الديمقراطي ويقصف خطوط إمداد الثوار ومقرات السوار وحتى خطوط الجبهات طيب فيما يخص جبهات مارع بالذات هناك كما ذكرنا 24 كيلومتر من خطوط الجبهة مع داعش هل يقوم الجيش الطيران الروسي بقصف جبهات داعش أم أنه يقوم بقصف المدينة كما علمت أخي يتركز قصف الطيران الروسي على المدينة ولكن عندما تشتد المعارك وتحتدم يقوم بقصف مقرات السوار وخطوط امدادهم وايضا يقصف بعض نقاطهم في مواجهه جيش السوا جيش سوريا الديمقراطي عندما تشتد المعارك بين داعش وجيش سوريا الديمقراطي يقصف مواقع داعش اما في الحرب التي تقوم بين داعش وبين فصائل الجيش الحر في مارع يقصف مقرات الجيش الحر نعم يقصف مقرات الجيش الحر وقد يستعمل كافة صنوف الأسلحة يعني قذائف شديدة الانفجار يقوم بقصف السوار بها وأصبحنا نحن الآن بين ثلاث جبهات من الشرق داعش ومن الغرب جيش ما يسمى جيش سوريا الديمقراطي ومن الجنوب النظام وعندما تشتد المعارك يتدخل الطيران الروسي لإضعاف السوار فقط لا غير ولا يقصف غيرهم أخي أبو حسن سؤال أخير معلوماتنا أنه داعش خلال الهجومين السابقين في 24-8 و -24 4-9 -24 قامت وفيما بعد ايضا قامت باستعمال اكثر من 100 قذيفه سامه نعم صحيح تحكي عن الموضوع أه نحن اثناء انه بعد ما تم صد الاقتحام فضل الله سبحانه وتعالى وتم ارجاعهم الى مناطقهم تفاجئنا في انه عم بضرب قذائف ولكن ما عم تؤدي للانفجار طبعا نحن توجه فورا فرقه الدفاع المدني والشباب وانا كنت احد الاشخاص كنت موجودين هنيك فكان عباره عن قذائف متواجد فيها مواد كيميائي كيميائية اكيد حصل علي من عند النظام يعني بعد التحريات وقصف باكثر من 100 قذيفه كانتقام من منعه من دخول مدينه مارع، هالشيء ادى لحالات طبعا الاعلام كله صوروا حلب اليوم كانت متواجده معنا صور اكثر من من حاله من الحالات اللي تسببت فيها بعض حالات ادت الى الوفاه وفي كثير من الاصابات اختناق طفل في طفله تم استشهدت من نتيجه الاختناق من الغازات هالحكي صار انتقاما لعدم دخول مدينه ما مو اكثر من هيك معروف الكلام <applause> الله يحميكم والله يقويكم والله معنا ومعكم والأخير نحن همنا اكبر من هيك آه همنا ارض ارتوت دماء الشهداء ما بتنازع عنا ان شاء الله الله يحييكم حياك الله استاذ اذا كما لاحظتم اعزائي المشاهدين وبعد جوله طويله في الريف الشمالي لم نلاحظ ان الريف الشمالي محاصر الريف الشمالي يحاصر الاعداء بصموده بتحديه بمستوى التناغم العالي بين افراد مدنه وقراه ايضا بمستوى التحدي الكبير الذي لمسناه في مارع ونحن الان في مارع لكادوا لا نصدق بان مارع محاصره من ثلاث جهات مارع تحاصر داعش مارع ليست محاصره ربما الخطر الاهم والاكبر الان هو خطر الطيران الروسي وطيران النظام الذي لا يستطيع اهل مارع ولا اهل الريف الشمالي ان يتحدوه انما الاراده الالهيه هي وحدها التي تتحتى هذا الطيران نعدكم ومن قلب مارع ان مارع ستصمد ونعدكم من قلب الريف الشمالي ان الريف الشمالي سيصمد وسيتحدى وان الثوره السوريه ستنتصر شاء من شاء وابى من ابى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته